بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية لمساق دراسات فلسطينية. في هذه المحاضرة حنتناول الفصل الثاني بعنوان تاريخ فلسطين القديم حتى الفتح الإسلامي. محاور المحاضرة: أولا بنو إسرائيل، وحنستعرض تاريخ بني إسرائيل في مصر وفلسطين حتى نهاية ملكهم في فلسطين على يد البابليين، ثم الحكم الفارسي والحكم الإغريقي والحكم الروماني والحكم البيزنطي لفلسطين. في البداية حنفرق ما بين بني إسرائيل واليهود والعبرانيون. إسرائيل هو اسم ثاني ليعقوب عليه السلام بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وإليه ينسب بنو إسرائيل، وهم الأسباط الاثنى عشر وأبنائهم وأحفادهم، ومنهم موسى عليه السلام. والأسباط ورد ذكرهم في القرآن الكريم في مواضع عدة، وكان المقصود ابهم أولاد سيدنا يعقوب بن إسحاق عليه السلام، وهم اثنى عشر ولد أتت منهم طوائف بني إسرائيل. إذن إسرائيل هو اسم الثاني ليعقوب عليه السلام، وإليه ينسب بنو إسرائيل. أما اليهود فهم الذين آمنوا بالتوراة والشريعة التي جاءت بها. وأضاف اليهود المعاصرون بأن اليهودي هو من كانت أمه يهودية بغض النظر إن كان مؤمنا بالتوراة أو غير مؤمن. أما العبرانيون فالتوراة بتنسبهم إلى عابر، وعابر من سلالة سام بن نوح، أيضا من ذرية عابر إبراهيم عليه السلام الذي كان أول من لقب بالعبراني. بذلك يكون اسم العبرانيين هو اسم آخر لبني إسرائيل أو جزء منهم. أولا بنو إسرائيل، أنا هستعرض بشكل سريع ملخص لتاريخ بني إسرائيل في مصر وفلسطين. هذا التاريخ بدأ بهجرة سيدنا إبراهيم عليه السلام من العراق واستقراره في مدينة الخليل، وكان سيدنا إبراهيم بيحمل عقيدة التوحيد اللي فر بها من عبادة الأوثان في العراق، لقوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بعد هجرة سيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر إسحاق ويعقوب ومعه أبناه الأسباط الاثنى عشر، هاجروا من فلسطين إلى مصر وعاشوا وتكاثروا في مصر في ظل حكم الهكسوس. العلماء قالوا إنهم دخلوها 86 شخص وخرجوا منها 600,000 شخص. بعد ذلك عاد الفراعنة إلى حكم مصر بعد أن طردوا الهكسوس، استعبدوا بني إسرائيل باعتبار أنهم حلفاء للهكسوس. بعد ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام في القرن 13 قبل الميلاد برسالة التوحيد ودين الإسلام إلى فرعون وقومه، وكلف موسى بإنقاذ قومه من طغيان فرعون. هاجروا إلى سيناء تمهيدا للهجرة إلى فلسطين، لكن سنوات العبودية لليهود جبلتهم على الجبن والذل ورفضوا القتال، فعقاب لهم حرمهم الله سبحانه وتعالى بالتيه 40 عاما في سيناء. بعد ذلك يوشع بن نون قاد بني إسرائيل من التيه في سيناء إلى دخول فلسطين، ففتح مدينة أريحة وسيطر على أجزاء كثيرة من فلسطين وقسمها بين أسباط بني إسرائيل. بعد وفاة يوشع بن نون سادت الفوضى والفساد لمدة 150 عام. هذه الفترة عرفت بعصر القضاء لأنه تعاقب على زعامة بني إسرائيل في هذه الفترة 14 قاضي. لما فاضل الحال ببني إسرائيل وأرهقوا من هذه الفوضى، طلبوا من أحد أنبيائهم أن يرسل لهم الله ملكا يخلصهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى لهم طالوت، ولكنهم استنكفوا عن القتال ولم يقاتل مع طالوت إلا القلة منهم. نصرهم الله سبحانه وتعالى على جيش جالوت،
تولى داود عليه السلام ملك بني إسرائيل، وكان عهد داود عليه السلام بداية الاستقرار لبني إسرائيل. اتخذ من القدس عاصمة لمملكته، نشر عقيدة التوحيد، واستمر حكمه قرابة 41 عام. خلفه في الحكم ابنه سليمان عليه السلام، وشهدت فلسطين قرابة 80 عام فترة ازدهار وبناء وعمران وسيادة وعقيدة توحيد في هذه الفترة، في فترة حكم سليمان. بعد وفاة سليمان عليه السلام انقسمت مملكة بني إسرائيل إلى دولتين منفصلتين متعاديتين. المملكة الأولى كانت مملكة إسرائيل الشمالية أو السامرة، وضمت هذه المملكة 10 أسباط من بني إسرائيل. عاصمتها شكيم أي نابلس، وعاشت ما يقرب من 200 عام حتى قضى الأشوريين عليها بقيادة سرجون الثاني اللي دمر المملكة وسبى اليهود. المملكة الثانية كانت مملكة يهوذا في الجنوب، عاصمتها أورشليم القدس، وعاشت هذه المملكة ما يقرب من 337 عام. اتعرضت لغزوات عديدة، آخرها على يد البابليين بقيادة نبوخذ نصر اللي قضى على مملكة يهوذا وخرب القدس ودمر الهيكل وسباهم إلى بابل في العراق، وبدأت مرحلة الأسر لدى اليهود. هذا اختصار سريع لتاريخ بني إسرائيل في مصر وفلسطين. ننتقل الآن إلى الحكم الفارسي لفلسطين في الحقبة ما بين 332 إلى 539 قبل الميلاد. سقطت الدولة البابلية زي ما حكينا بيد الفرس، ودخلت الجيوش الفارسية بقيادة قورش، دخلت العراق وبلاد الشام وفلسطين، وسمحوا لليهود بالعودة إلى فلسطين والاستيطان فيها مرة أخرى. لكن الجزء الأكبر من اليهود لم يعود إلى فلسطين واستقر في بابل. القلة منهم عادت وعاشت حكم ذاتي في منطقة القدس تحت الحكم الفارسي، وأعادوا بناء هيكل سليمان مرة أخرى. استمر الحكم الفارسي لفلسطين ما يقرب من 200 عام، واهتم الفرس في هذه الحقبة من الزمن بتعبيد طرق المواصلات وتنظيم الإدارة والضرائب وصك النقود الذهبية والفضية، وازدهرت الزراعة والتجارة، وعاشت فلسطين وجوارها هدوء نسبي حتى انتهى حكم الفرس بغزوات الإسكندر المقدوني اللي حيقودنا لفترة الحكم الإغريقي لفلسطين، حيث سقطت فلسطين تحت السيطرة الإغريقية عندما انتصر المقدوني على الملك الفارسي داريوس في معركة إيسوس اللي مهدت الطريق أمامه لدخول فلسطين في العام 332 قبل الميلاد. بعد وفاة الإسكندر المقدوني انقسمت الإمبراطورية الإغريقية إلى دولتين. الأولى السلوقيين نسبة إلى القائد سلوقس في الشام، والبطالمة نسبة إلى القائد بطليموس في مصر. وكانت فلسطين والشام موضع التنافس لهاتين الإمبراطوريتين حتى استقر الأمر للدولة السلوقية. سقطت فلسطين والشام تحت الحكم الروماني في عهد الإغريق، وامتدادهم من السلوقيين حصل اليهود على حكم ذاتي بعد ثورة المكابيين اليهود بقيادة يهوذا المكابي. في هذا العهد الإغريقي كان سكان فلسطين بيتكون من حكام يونان، كنعانيين، بلسطين، سامريين وأراميين، وقبائل عربية مهاجرة بالإضافة لليهود. اللغة المتداولة في هذه الحقبة من الزمن كانت اللغة الآرامية،
وهي اللغة التي تكلم بها سيدنا المسيح. ننتقل إلى فترة الحكم الروماني لفلسطين، وكانت في الفترة من 63 قبل الميلاد إلى 324 ميلادي. تمكن الرومان من السيطرة على فلسطين، وقضوا بقيادة القائد الروماني بومبي على الدولة السلوقية. أيضا قضوا على الحكم الذاتي اليهودي في القدس. ثار اليهود على الحكم الروماني، لكن الرومان قضوا على هذه الثورة. ثاروا اليهود مرة أخرى على الحكم الروماني، وعاود الرومان القضاء عليهم، دمروا القدس وبنوا على أنقاضها مدينة إيلياء، ومنعوا اليهود من دخول القدس منذ ذلك التاريخ. فلسطين في هذه الحقبة شهدت استقرار وازدهار في مختلف المجالات، على صعيد الحياة الفكرية والتعليم. أقيمت المدارس والمكتبات خاصة في القدس وقيصرية وغزة، وكانت غزة تعتبر من المراكز الحضارية والعلمية في الدولة الرومانية. هذا العهد اليوناني امتاز بحدثين تاريخيين، أولهم كانت ولادة المسيحية على أرض فلسطين قبل أن تصبح الديانة الرسمية للدولة الرومانية. الحدث الثاني كان نهاية اليهودية على أرض فلسطين بعد سلسلة من الثورات اللي قاموا بها ضد الحكم الروماني، وكان آخرها عام 132 ميلادي، عندما قضى عليها الرومان في 135 ميلادي ودمروا أورشليم وبنوا مكانها إيلياء. فترة الحكم البيزنطي لفلسطين، وكانت في الفترة ما بين 324 ل 636 ميلادي، بدأت هذه الإمبراطورية باعتراف الملك الروماني قسطنطين الأكبر بالديانة المسيحية ديناً رسمياً للدولة، وبنى مدينة القسطنطينية على مضيق البسفور مكان قرية بيزنطة. عرفت بالإمبراطورية البيزنطية أو الإمبراطورية الرومانية الشرقية ذات الثقافة الإغريقية اليونانية. تميزت عن الإمبراطورية الرومانية الغربية ذات الثقافة اللاتينية الإيطالية، وسرعان ما استولت على آسيا الصغرى وبلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا. فلسطين تحت الحكم البيزنطي أصبحت حتى الفتح الإسلامي لها عام 636 ميلادي، أي ما يقرب من 3 قرون. في هذه الحقبة زارت الإمبراطورة هيلانا والدة الإسكندر الأكبر فلسطين عام 32 ميلادي. خلال هذه الزيارة بنت كنيسة القيامة في القدس، وكنيسة المهد في بيت لحم، وكنيسة البشارة في الناصرة، وغيرها من الكنائس في أنحاء فلسطين. شهدت هذه الفترة حركة إعمار وبناء للمدن الفلسطينية وتطوير للإدارة، وتميزت بالصراع مع الدولة الفارسية اللي غزت فلسطين عدة مرات في هذه الفترة، وآخرها كان عام 614 عندما هزم الروم على يد الفرس كما ورد في القرآن الكريم. إحنا هيك بنكون ناقشنا جميع محاور الفصل الثاني. بتمنى من الجميع يتابع العروض والمحاضرات المسجلة، وبالتوفيق لجميع الطلبة، وإلى لقاء آخر بإذن الله.